مسرح الحي جاءت فرقة مسرحية وجهزت مسرحا كبيرا في الحي لتعرض عليه مسرحيات متنوعة وأعلنت عن اختبارات لاختيار ممثلين للاشتراك في هذه المسرحية تقدمت أنا وأصدقائي للاختبارات ونجحنا وأخبرتنا اللجنة بأننا سنقدم العرض المسرحي المقبل لأطفال مدرسة الصم وعلينا أن نعد مسرحية مختلفة ومميزة فالون. فهم فهم أطفال مختلفون ومميزون توقفنا في حيرة من أمرنا كيف سنتواصل معهم دون كلام وكيف ثل الفكرة إليهم وكيف سنمثل ونوصل الفكرة إليهم اجتمع كل الممثلين المشتركين في هذه المسرحية لإيجاد اقتراحات وتبادلنا الحوار والنقاش فاقترح حسن ذلنا الحوار والنقاش فاقترح حسن أن والده متخصص في لغة الإشارة ويمكننا الذهاب إليه للمساعدة ذهبنا جميعا لوالد حسن الذي شرح لنا أن لغة الإشارة هي طريقة التواصل غير الصوتي فمن خلال حركات اليدين كالأصابع لتوضيح الأرقام القام والحروف وتعابير الوجه لنقل المشاعر وحركة الشفاه لقراءة الكلمات وحركة الجسم للتعبير عن المعنى يفهمنا غير القادر على يفهمنا غير القادر على سماعنا واقترح علينا أن نعطيه النص المسرحي وهو سيعلم كل فرد دوره باستخدام. كان وقتا ممتعا ومجيدا في نفس الوقت وتعلم كل منا كيف يؤدي وجاء <applause> يوم العرض وقدمنا المسرحية بنجاح وسعد الأطفال وتحمست أنا وأصدقائي لتكرار هذه التجربة فقمنا بالاشتراك في دورة تعليمية في لغة الإشارة حتى نكون ماهرين فيها أكثر واشتركنا في تمثيل العديد من المسرحيات لأطفال مدرسة الصم وساعدنا بإدخال البهجة والسرور على نفوس